شكرا جزيلا، وخليني في البداية ان انا ارحب بكم جميعا. اهلا وسهلا في النسخة السابعة للمؤتمر، وبتمنى لكم كل التوفيق. واسمح لي، يعني انا لما اتكلم على الظروف اللي موجودة في مصر هنا وفي منطقتنا وتأثيراتها، انا اقدر افهم ان الدول المتقدمة في اوروبا وفي امريكا وفي دول تانية، عندما يعني تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات، لأن قدرتها التنظيمية حتى والاقتصادية تستطيع من خلالها أن هي لما تقول تعهد تقدر تعمله. لكن في دول في أفريقيا وزي مصر ومصر منها، في أفريقيا ومصر منها، لما تحط تعهدات بتبقى التعهدات دي صعبة جدا، لأن هي أقل ما أقل شيء مطلوب هو التمويل. التمويل، التمويل المنخفض التكلفة عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا تكلفتها عالية وبتحتاج لاستثمارات ضخمة جدا. ولكن طب احنا هنمول ده منين؟ وخدينا اديك مثالين صغيرين. طارق الملا او المهندس طارق اتكلم عن ان احنا خلال السبع سنين اللي فات قدرنا نطلع باستخدام يعني الطهي النظيف الى حوالي 15 مليون وحدة او 60%. من انتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل ال 15 مليون وحدة، او نخلي 60% من الوحدات السكنية في مصر تشتغل او تعمل بالغاز الطبيعي. ده كلفنا قد ايه وقت وجهد واموال. طيب تصوروا ان احنا في مصر ايضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9-10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال سبع سنوات أيضا أقدر أقول بمنتهى التواضع إن إحنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة، بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جدا. والحقيقة يعني يا ترى كان هل النهاردة مؤسسة التمويل وهي شايفانا وإحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد ان هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة او التعهدات اللي احنا عملناها ننفذها بالفعل؟ ده سؤال انا بطرحه وبسيبه كده، والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على افريقيا. اذا لم تتوفر التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضة او اقتصادياتها متواضعة، ودي كلمة يعني مهذبة، يعني انا بتكلم عن الناس اللي اقتصادياتها صعبة، هتعمل ايه؟ احنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 ان في 100 مليار دولار هيبقى يتم ضخهم لصالح يعني الطاقة والمناخ وكلام من هذا القبيل. واحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل، احنا بنتكلم النهاردة من 15 للنهاردة يعني حوالي 8-9 سنين، لم يضخ اموال بالقيمة ديت طبقا للتعهدات اللي تمت. التعهدات دي تمت من دول متقدمة ودول اقتصادياتها ضخمة جدا وعملاقة، وبالمناسبة وهي المسؤولة عن كتير من أسباب التغير المناخي الموجودة في العالم.